مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على شاشة 17 في جولة مع الحدث. نبدأها بكلمة لابد منها: لن ننسى، لن نسامح، لا ثقة لنا بكم، لن تخدعونا، وسننتقم بالعدالة الحقيقية لكل نقطة دم سقطت في الرابع من أب. انتظرنا سنة كاملة لتكشف لنا الحقيقة، الحقيقة التي نعرفها جيدا. منذ اليوم الأول كنا نعرفها، ومشهد الانفجار ما زال أمام أعيننا، ورائحة النترات والأمونيوم نتذكرها جيدا. نتذكر العنبر 12 والعصف النووي الذي دمر بيروتنا ووصلت أصداؤه إلى العالم أجمع. أمس امتص قرار قاض التحقيق جزءاً من غضبنا عندما طالب برفع الحصانة عن بعض المتهمين السياسيين والأمنيين والإداريين وبعض القضاة، واستأذن مسؤوليهم ووزارتهم ونقاباتهم لملاحقتهم وربما محاكمتهم كما قيل لنا. الملاحقة هي في إسناد جناية القصد الاحتمالي للقتل وجنحة الإهمال والتقصير، وهذا يعرفه القاصي والداني. أما المحاكمة فلا أحد يعرف خواتيمها، ولا نريد استباق الأمور، ولكن نحن نعرف أن القضاء اللبناني في ظل الظروف السياسية الحالية وسيطرة أسياد من هم في قفص اتهام القاضي بيطار على كامل القرار السياسي والأمني، وأن الدولة الفاسدة العميقة والسلاح غير الشرعي الذي يحميها لن تسمح لا للقاضي بيطار ولا لغيره بمحاسبة المتهمين. أما خوفنا الأكبر هو في توقيت صدور قرار القاضي المحقق عشية الذكرى السنوية الأولى. نخاف أن تكون القصة، وببساطة، ذر الرماد في العيون وامتصاص غضب الشعب وفي طليعتهم أهالي الضحايا، وتنتهي الذكرى ويخدروننا من جديد. من 17 نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث، نبدأها بأهم العناوين: القرار الظني في ملف جريمة مرفأ بيروت أواخر شهر أيلول المقبل، تهريب الأموال إلى سويسرا سبب من أسباب مأساتنا واستعادتها مطلبنا، تعطيل مصفاتي طرابلس والزهراني وراءها الكارتيلات السياسية. وفي الجولة أيضا سفارة الولايات المتحدة في لبنان تحتفل بالذكرى 244 لاستقلال بلادها، وزير الخارجية الصيني يدعو العالم لبناء سور المناعة العظيم لمحاربة الكورونا. حدثان رئيسيان يطغيان على المشهد السياسي في لبنان. الأول جاء من روما على لسان البابا فرانسيس بعد القمة الروحية التي عقدها للقادة المسيحيين في بلاد الأرز، والذي وضع إصبعه على جرح الأزمة اللبنانية وحمل المسؤولين السياسيين أسباب الأوضاع الكارثية التي يشهدها لبنان. أما الحدث الثاني الأبرز فهو ما صدر عن قاضي التحقيق القاضي البيطار من طلبات لرفع الحصانات عن عدد من المتهمين الرسميين والأمنيين، وبالرغم من هذان الحدثان يبقى الهم المعيشي وارتفاع الأسعار الجنوني هاجس اللبنانيين. وفي المعلومات المستجدة تحدثت مصادر قضائية عن توجه لإصدار قرار ظني في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول المقبلين، لافتة أن بيطار بدأ العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصل نقطة انطلاق شحنة نترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. ومواكبة لاستدعاءات القاضي بيطار، طلب أهالي شهداء فوج الإطفاء في انفجار المرفأ السلطات المعنية كافة أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ، تمكينا للقاضي من إنجاز مهمته في إجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، معتبرين أن أي تلكؤ أو إخلال من أي جهة أتت
تحت أي ذريعة كانت تعتبر عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا، وسيواجهونها موحدين بكل ما أوتيهم من قوة. وعلى ضوء استدعاءات بيطار، غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قائلاً: عندما يعلن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر استعدادهما للمثول أمام المحقق العدلي مع الحصانة أو بدونها التزاما بالوصول للحقيقة وتحقيق العدالة، فلا حاجة لبعض المزايدات، معتبرا أن تطبيق القانون وحقيقة ما حصل يجب أن يكون منطلق أي إجراء أو أي قرار. أما البطاقة التمويلية، غرد أمين سر تكتل الجمهورية القوية فادي كرم أنه بدلا من ترشيد الدعم ووقف التهريب، تضيف السلطة على سجلها جريمة جديدة بحق اللبنانيين بإصدارها بطاقة تمويلية، معتبرا أنه لا ترشيد فيها ولا رقابة، وتمويلها من ودائع الناس لبعض الناس. وأشار كرم أن ذلك يحضر لإقرار كابيتال كونترول، رشوة من دون خطة إصلاحية ولا محاسبة على السرقات السابقة ولا ضمان لحقوق المودعين. وعن طوابير الظل، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن يوم الاثنين ستبدأ حلحلة جزئية حقيقية لملف المحروقات بعد حل العرقلة التي حصلت لدى إحدى الشركات الموزعة. من جهتها، دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان المعنيين وبخاصة وزارة الطاقة لتأمين مادة المازوت للأفران كافة وعلى السعر الرسمي من أجل استمرار العمل وتأمين الخبز لجميع المواطنين، مطالبة بمؤتمر صحفي يعقده رئيس النقابة شحيد المصري لشرح أسباب ارتفاع سعر ربطة الخبز الثلاثاء المقبل. ولفتت النقابة إلى أن الحد الأدنى للأجور بات يوازي 38 دولارا في هذه الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، سائلة ألا يكفي الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية والفواكه والخضار وفقدان الأدوية من الصيدليات وطوابير الظل أمام المحطات. أمنيا، وجد مواطن مصابا بطلق ناري في صدره من بندقية صيد في منزله الكائن في بلدة الطيبي قضاء مرج عيون، وإلى جانبه البندقية، ونقل على الفور إلى المستشفى وهو بوضع صحي حرج. وقبلت بلدة العبودية الحدودية قضى شاب في مقتبل العمر نتيجة انفجار لغم أرضي في مجرى النهر الكبير بينما كان يسبح في مياه النهر، وقد تم نقل جثته إلى المستشفى. احتفلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 244 للاستقلال بإقامة حفل استقبال على شرف الطلاب. وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا: نحن نشارككم خيبة الأمل التي نعرف أنكم جميعا تشعرون بها، لأن الوباء العالمي جعل من المستحيل عليكم السفر إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها لا تريد التركيز على الخيبة. وعن برنامج يس، قالت شيا أنها واثقة من أن البرنامج لن يكون الفرصة الوحيدة لسفر اللبنانيين إلى الولايات المتحدة، معتقدة أن البرنامج هو مجرد الخطوة الأولى في الرحلة. تهريب الأموال إلى سويسرا لن يمر بدون عقاب مهما طال الزمن. تقرير رولا ريدان. بالوقت اللبنانيين مشغولين بأزمات متلاحقة من غلا وجنون أسعار، ومين بقي عنده شوية مصاري بيوقف بطوابير الذلة يشتري الخبز والبنزين وما تبقى من دواء بالصيدليات. والإذلال الأكبر هو معاملة المصارف لزبائنهم للحصول على القليل من ودائعهم. لكن المصارف وعرابة مصرف لبنان بيخلقوا الأعذار الدائمة لاستحالة تحصيل أموال المودعين. الإعلام السويسري خبرنا مؤخراً أن ودائع اللبنانيين بسويسرا زادت 2.7 مليار دولار عام 2020، حيث أشار موقع فاي نيوز السويسري إلى أن العملاء اللبنانيين جمعوا أموال بسويسرا أكثر من أي وقت مضى العام الماضي. وبيجي هذا الموضوع على خلفية تحقيقات فرنسية سويسرية بمخالفات محتملة بمصرف المركز اللبناني. وكشفت البيانات البنك الوطني السويسري أنه أزمة البلاد تسببت بهروب رؤوس الأموال لسويسرا،
حيث ارتفعت الأموال المودعة بسويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين بعام 2020 نحو الثلثين أو 2.5 مليار فرنك سويسري أي 2.7 مليار دولار لتوصل ل 6.46 مليار فرنك، مؤكدة أنه هذا بيمثل أعلى مبلغ منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري بإصدار بيانات بعام 1996. اللبنانيين بينتظروا بالساعات ليأخذوا لو جزء قليل من أموالهم بالبنوك، وما بيستطيعوا إرسال المساعدات لأبنائهم الطلاب بالخارج، بينما المسؤولين الفاسدين بيتنعموا بسرقاتهم بسويسرا الغرب وسويسرا الشرق. ونبقى في عالم المال والمصارف، فقد أشارت النائب رولا الطبش إلى أنه لا يحق لأي مصرف أن يقاضي متخلف عن دفع أي قسط، في حين سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 17250 ليرة للشراء و17350 ليرة للبيع وسط تفاقم أزمات المعيشة في لبنان. حكومياً اعتبر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن لا معطيات كافية لمعرفة إذا كان الحريري سيعتذر أم سيشكل الحكومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان ألا يسقط لبنان. وأضاف علوش أن العقبة الوحيدة أمام تشكيل الحكومة هو فريق رئيس الجمهورية. كارتيلات النفط ومافياتها أوقفت مصفتي طرابلس والزهراني لتحتكر الأسواق، تقرير سماح مطر. كان لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي يصدر يوميا زيوت سيارات وكاروزين للطائرات عبر مصافي طرابلس والزهراني إلى دول عدة منها سوريا وتركيا واليونان وأحيانا جنوب إيطاليا. كان يستورد نفطا خاما ويكرر قسما منه ويصدر الآخر. حينها كانت مصافي طرابلس تستقبل النفط العراقي والزهراني النفط السعودي، وكانت القدرة الاستيعابية لهاتين المصفتين تتراوح بين 30 إلى 60 ألف برميل يوميا. هذه الكمية كانت مرتفعة وقتها، إلى أن صدر قرار بإقفال تلك المصافي بشكل كامل بعدما عقب انسحاب الشركات الكبرى من لبنان وتسلمها للدولة لإدارة الملف. وهنا الكارثة، الشلل والتعطيل كان لصالح الكارتيلات ومافيات الدولة. حينها تمت صفقة بين المستوردين وممثليهم في الحكومة، حيث تمت سرقة القطاع من الدولة وصدر قرار بإقفال المصافي، مما أدى إلى أزمة النفط الموجودة اليوم، إلى أن قرار الإقفال هذا حرم لبنان من مداخيل مهمة للميزانية من العملات الصعبة. الإحصاءات الحديثة التي أجريت تبين أن لبنان بحاجة يومياً من 150 إلى 200 ألف برميل من النفط الخام، إلى أن خلال أزمة كورونا كان الاستهلاك 250 ألف برميل في الذروة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن لو بقيت المصافي تعمل في لبنان ولم تسرق من قبل الكارتيلات والمافيات السياسية والحكومية لكان لبنان بأحسن حال اقتصاديا ومعيشيا، ولما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من طوابير الذل وانقطاع النفط. عربيا، أعلنت السلطات العراقية إحباط هجوم كبير بالصواريخ لاستهداف مطار بغداد الدولي. إحباط الهجوم جاء بناء على معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد. وقالت الخلية في بيان أن قوات الأمن العراقية تمكنت من ضبط 10 صواريخ جراد غرب بغداد واعتقلت مشتبها به. ونبقى في بغداد، حيث خرج مئات العراقيين للاحتجاج على زيادة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه، بينما تجاوزت درجات الحرارة 50 مئوية في بعض أنحاء البلاد. كما أدى المصلون صلاة الجمعة في مدينة الصدر البغدادية وهم يتصببون عرقا، ثم نظموا احتجاجا ينتقد الحكومة لعدم توفير كهرباء كافية للمواطنين. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يونيو التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية المطلة على البحر المتوسط. وصرح قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد حسن أن القاعدة ستتضمن استراتيجية تطوير الشامل للقوات المسلحة، وتعتبر رسالة السلام وتنمية للمنطقة بأكملها
مشيرا إلى أن القاعدة ستشهد اليوم المناورة قادر 2021. ولفت الفريق إلى أن اسم القاعدة الجديدة يعود إلى تاريخ مرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو التنمية والتقدم، ومنها الاهتمام الملموس بالبحر بعد ثورة 30 يونيو. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، وتستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار. كما في لبنان والعراق، أيضا إيران تعاني من انقطاع الكهرباء، فأعلنت إيران استئنافها العمل بمحطة بوشهر للطاقة النووية عقب إغلاقها قبل أسبوعين من أجل إجراء إصلاحات. وأشار المتحدث باسم الشركة الحكومية للطاقة مصطفى رجبي مشهدي إلى أن المحطة عادت للعمل، ويجري تزويد شبكة التوزيع في البلاد بألف ميجاوات من الكهرباء. دوليا أيضا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القسي القيادي البارز في تنظيم القاعدة، ويتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران، معتبرة أن ترك هذا الإرهابي بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران. نفت إيران اتهامات أمريكية بأنها قدمت الدعم لهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منددة بالضربات الجوية الأمريكية على مسلحين تدعمهم هناك. ويذكر أن واشنطن قالت للأمم المتحدة أن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مسؤولة عن سلسلة متصاعدة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أمريكية في العراق. قال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن تفاقم الوضع في جنوب أرمينيا على خلفية وضع حدود جديدة مع أذربيجان هو حادث حدودي، مشددا على أن هذا الأمر لا يندرج ضمن أحكام ميثاق المنظمة بشأن الدفاع الجماعي. اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف محاولة عرقلة إجراء الانتخابات في البلاد في ديسمبر المقبل، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين. قضى 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون في هجوم انتحاري نفذته حركة الشباب على مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو بحسب حصيلة أعلنتها الحكومة. وقالت وزارة الأعلام الصومالية أن انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر عبوة بالقرب من فندق جوبا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 10، مضيفة أن الهجوم وقع في ساعة الذروة. ومن جهتها أعلنت الحركة الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، زعمت فيه أنها قتلت 15 من عناصر المخابرات الحكومية والشرطة والميليشيات. حث وزير الخارجية الصيني المجتمع الدولي على بناء سور المناعة العظيم لمحاربة جائحة كوفيد-19 وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء، مؤكدا أن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية، لافتا إلى أنه يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا. أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الجيش أرسل رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى مدينة أتامي بوسط البلاد بعد حدوث انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا. وأوضحت الهيئة أن رئيسة الوزراء استدعت فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة، وبثت لقطات على تويتر لفيضانات تجرف أنقاض منازل مدمرة. أما في فلوريدا، ارتفع عدد قتلى المبنى المنهار ليصل إلى 22 شخصا، في حين أمرت السلطات بإخلاء مجمع سكني آخر لعدم سلامته. وأشارت المعلومات إلى أنه لا يزال 126 من سكان المبنى في عداد المفقودين، ويخشى أنهم قد طوفوا بين الأنقاض.
يذكر أن المحققون لم يتوصلوا إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاماً، فيما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة. نختم موجزنا مع خبر، حيث وثقت الكاميرات لحظات مذهلة حيث رصدت ألسنة اللهب وهي تحدث انفجاراً هائلاً إثر اندلاع حريق في خط أنابيب في خليج المكسيك. وذكرت صحيفة بريطانية أن الحريق اندلع إثر تسرب غاز من خط أنابيب. وأظهر الفيديو الصادم سطح المحيط وهو يغلي بلهب برتقالي يخرج من تحت الماء، كما لو أنه كان حمم اللافا التي تخرج من جوف البركان. وقالت شركة بترول تابعة للحكومة المكسيكية أن الحريق استمر 5 ساعات قبل أن يتم إخماده. ننتقل الآن إلى الجولة الرياضية مع الزميل زاهر كرام. بونسوار، رح نبدأ جولتنا محليا، حيث رح يطلق الاتحاد اللبناني للقوس نشاب بطولة لبنان العامي خارج الصالة لسنة 2021 اعتبارا من الساعة 9 صباح الأحد 4 تموز على ملعب المدرسة الإنجيلية بالويزي بزوق مصبح، وبيشارك البطولة لاعبو النوادي الاتحادية. أيضا محليا افتتح اليوم الاتحاد اللبناني للمبارزة موسمه الحالي على ملعب قصر الرياضة بمول الصالة عين سعادة، ويقيم بطولة لبنان بسلاح الشيش للشبلات، وبطولة لبنان بسيف المبارزة لمدون 13 سنة ذكور، وبطولة لبنان بسيف المبارزة للناشئات، وبطولة لبنان بسيف الحصام الفئة العامة ذكور. نبقى بأخبارنا المحلية، حيث كشف الكابتن موسى حجاج المرشح الخاسر بانتخابات رئاسة الاتحاد اللبناني لكرة القدم واللي جرت الثلاثة الماضي عن نيته تقديم طعن بتلك الانتخابات لدى المراجع المختصة على خلفية ما حصل قبل وخلاله من مخالفات قانونية، ورح يعلن عنها بوقت لاحق. كلام حجاج اجى بالمؤتمر الصحفي يلي عقده ظهر الأمس بفندق الشيراتون فاردان بحضور المدرب الوطني إيميل رستوم والكابتن سلمان عبد الخالق وعدد من الزملاء الإعلاميين. رح ننتقل لكرة القدم العالمية وبالتحديد كوبا أمريكا، حيث عبر منتخب البرازيل إلى الدور النصف نهائي بعد فوزه على منتخب تشيلي بهدف نظيف بالمباراة يلي جرت بيناتهم فجر اليوم. وسيلعب منتخب البرازيل مباراته المقبلة ضد منتخب البيرو يلي تأهل لنصف نهائي المسابقة بعد فوزه على باراغواي فجر اليوم أيضا بفارق ركلات الترجيح بمباراة مثيرة شهدت تسجيل 3 أهداف ببرمى كل الفريق. رح نختم جولتنا مع نجم كوبا أمريكا الأرجنتيني ليونيل ميسي يلي أصبح ما بداية تموز حر بالانتقال لأي نادي، وذلك بعد انتهاء عقده مع برشلونة دون تجديد، رغم تقارير تحدثت عن إمكانية توقيع البرغوث على عقد جديد قبل نهاية تموز. وتثار شكوك حول إمكانية تجديد ميسي التعاقد مع برشلونة بهذا التوقيت، حيث يخوض اللاعب منافسات كوبا أمريكا وقاد منتخب بلاده الأرجنتين عن جدارة إلى ربع النهائي. وأشار التقارير أن باريس سان جيرمان تقدم بالفعل بعرض رسمي لميسي من أجل وصول النجم الأرجنتيني إلى ملعبه هيدا الصيف. أعزائي المشاهدين، هيدا كان جولتنا الرياضية لليلة، انطرونا بنشط بكرة وعودة للزملاء بالأخبار. شكرا لك زاهر. جولتنا مع الحدث انتهت. مزيد من الأخبار تجدونها على موقع tv17.com. إلى اللقاء.